عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج في أسبوع. نواصل ما بديناه البارح الحديث عن التحوير الوزاري اللي أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد البارح كما قلت، وردود فعل سواء الأحزاب أو المنظمات. نحكي اليوم أيضا على الملفات والتحديات اللي تواجه التشكيلة الحكومية الجديدة وأفاق هذه الحكومة في ظل تحديات كبرى تعرفها البلاد حاليا وفي السنوات القادمة. سعداء أن ضيوفنا ليلى يكونوا سيدة أنس الحطاب عضو مجلس النواب والقيادية بنداء تونس، أهلا وسهلا بك. إلى جنبها سي سمير العبد الله القيادي بمشروع تونس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أيضا يحضر معنا ليلى سي زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، أهلا وسهلا بك سي زهير. وكالعادة نوردي المباركي الإعلامي ومحلل البرنامج، أهلا وسهلا بك نوردين. فقط نحب نبدأ معاك نوردين، أحوال الطقس يظهر لي فما أمطار قوية في القصرين اليوم. نعم، هو في الحقيقة منذ صباح اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر تنبيه على أساس أن هناك كمية من الأمطار في عدد المناطق من البلاد، منها في جهة يعني الشمال الغربي، أيضا ربما غدا في الجنوب الشرقي. اليوم بعض كميات الأمطار يعني حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أن يوصل تقريبا 40 ملم سواء في بعض في القصرين وأيضا حتى في تونس العاصمة صبت اليوم العشية. اللي يهم في هذه المسألة هو انه يجب على الاقل المواطنين ان ناخذ بعين الاعتبار يعني هذا التنبيه من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، خاصه انه اداره حرس المرور كانت اصدرت ايضا تنبيه لضروره الانتباه في مثل هذه المناطق. واعتقد انه هذه المطر نعم اعتقد انه هذه الامطار خلينا نقولوا انها ايجابيه، خاصه انه في تونس نشهد خلال الفتره الاخيره نقص الامطار، نشهد ايضا مشكله في الماء في العديد من المشروعات. نتمنى انه الامطار فعلا تنزل، لكن في نفس الوقت نخاف ايضا ان تكون بطريقه كبيره برشا ربما تاثر تكون فيضانات. نقول كلام كما هذا زينة لأنه في الجانب الشرقي على حدودنا مع الجزائر في العديد المدن الجزائرية الآن هناك فيضانات قوية. نعم، نتمنى طبعا سلامة لكل المواطنين وين ما كانوا في كل شبر من تراب الجمهورية. نحكي وقلت في بداية الحص على التحوير الوزاري اللي أعلنه رئيس الحكومة البارح، قراءة أخرى في هذا التحوير وأبرز ردود الفعل اللي صارت عليه مع زميلنا نزار زغدودي ومونتاج فاتن بن سيب مالك، وبعد بداية حديثنا مع ضيوفنا الكرام. تفضل. حكومة يوسف الشاهد الثانية والتاسعة بعد الثورة أصبحت تتكون بعد تحوير الأمس من 28 وزير و15 كاتب دولة. تقلص فيها الحضور النسائي مقارنة بالأولى من 8 إلى 6، 3 وزيرات و3 كاتبات دولة، وهم سلمى اللومي وزيرة السياحة، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ومجدولين الشيرني وزيرة شؤون الشباب والرياضة، وسونيا بالشيخ وسيدة لونيسي وسارة رجب ككاتبات دولة. ولئن حافظت الحكومة على تمثيلية أغلب الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج وهي حركتي النداء والنهضة وأحزاب أفاق تونس والجمهوري والمسار، فإنها أصبحت حزبية بالأساس كان فيها نصيب الأسد لحركة نداء تونس ب13 منصب بين وزارات وكتابات دولة، مقابل نفس الحضور لبقية الأحزاب المذكورة، وحتى مغادرة وزيرة الصحة سميرة مرعي القيادية بحزب أفاق تونس ما قللش من حضور الوزاري للحزب هذا باعتبار تقلد نائب رئيسه فوزي بن عبد الرحمن لحقيبة التكوين المهني والتشغيل. تحوير وزاري عكس ردود فعل ما خرجتش على المألوف تقريبا. حركة النهضة ثمن التوجه يوسف الشاهد خاصة نحو إعطاء المزيد من الاهتمام بالمسألة الاقتصادية وإطلاق مشاورات بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في الخصوص هذا، ودعات كتلتها النيابية المنح الثقة كاملة للوافدين الجدد على الحكومة. حركة نداء تونس من جهتها وعلى لسان أكثر من قيادي أكدت أن الشاهد اختار الخطوة الصحيحة وما على الحزب إلا مساندته سواء في البرلمان أو خارجه. في المقابل الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها جيلاني الهمامي اعتبرت أن التحوير الوزاري مكن رئاسة الجمهورية أكثر من بسط نفوذها على الحكومة ورئيسها بإدخال أسماء في الفريق الحكومي جديد موالين لقصر قرطاج على حد تعبيره، واعتبرت أيضا أن التحوير هذا كرس المحاصة الحزبية لا أكثر ولا أقل. من جهته في تعليقه على التحوير اعتبر أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن التحوير هذا قام بالأساس على المحاصة الحزبية، لكنه جدد دعم المنظمة الشغيلة للحكومة بشرط أنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج البلاد من الأزمات اللي تعيشها.
إذا خليني نبدأ بالشكل العام للتحوير هذايا واللي يلفت الانتباه وكان ذكره زميلنا نزار زغدودي في التقرير. أنس الحطاب حضور المرأة ضعيف، يعني كانوا 8 حقائب وزارية وكتاب الدولة ولاو 6، عكس ما يتم الحديث عنه سواء من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي من أنه سيتم التعويل على المرأة في مراكز القرار. حضور ضعيف، فما انتقادات كبيرة لحضور المرأة في الحكومة اليوم. صحيح، شكرا على التعريج على هذه المسألة الهامة تعتبر في تونس بعد الثورة، خاصة وأنه احنا نعرف نضالات المرأة التونسية، وللمرأة التونسية تسمى المكون الرئيسي والعنصر الأساسي لخلق التوازن السياسي اللي حاب عليه أغلبية الشعب التونسي. ولكن مع تراجع حضور عدد النساء في حكومة الوحدة الوطنية، احنا زاد في التجارب نتاعنا شفنا انه ليس فقط ان تكون مرأة يعطيك أريحية باش تناضل من اجل حقوق المرأة كما نحبها احنا كتقدميين وديمقراطيين وغيره. شفنا في بعد الثورة حتى نساء تطالب بأشياء غريبة عن المجتمع التونسي، معناتها ما يلزمناش تكون القراءة نتاعنا سطحية للدرجة هذه. احنا ماذا بينا العنصر النسائي يكون اكثر موجود، ويمكن تعتبر من النقاط يعني السلبية خلينا نقولوا في حكومة الوحدة الوطنية انه عدم ترشيح اكثر ما يمكن من النساء. ولكن هنا ما تتحملش المسؤولية الحكومة في حد ذاتها، ولكن هذه المسؤولية يتحملوها زيادة الكفاءات المستقلة اللي يحبوا يقعدوا مستقلات وعازفين حتى عن لعب الدور. ونحن لازلنا لهنا كحكومة نتوجهوا لهم، كذلك الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية في عدم ترشيح الكفاءات النسائية. هذا هو لأنه الإشكال هذا مش متروح وقت اللي نحكيه على تحوير وزاري ولا نحكيه على تشكيلة حكومية، هذا متروح حتى في الانتخابات. نذكر عملنا برشا بلاتوات قبل الانتخابات التشريعية وقبل الانتخابات الرئاسية في 2014 وحكينا في الموضوع هذا حضور المرأة، وكانوا فما سياسيين معناتها يقول لك إيه صحيح المرأة بارزة ودرجة ما نجمش نحطها على رأس القائمة، معناها معناتها يعني هي موجودة في الأحزاب، موجودة في كل مكان، هي تناضل، هي تتنقل في كامل ولايات الجمهورية، هي تنشط في الحزب، تنشط حتى ساعات أكثر من الرجل، وبعد في مواقع القرار ما نلقاوش. هذه علاش فما ثغرة كبيرة بين الممارسة والقوانين. احنا من ناحية تشريعية فما تقدم كبير وكبير جدا لمكتسبات المرأة التونسية، آخرهم قانون مناهضة العنف السياسي وغيره ضد المرأة، ولكن في ترجمة على أرض الواقع ما زالت هذه التقاليد يعني نتاع المساواة في المجتمع غير مكرسة. نأمل أنه في المراحل المقبلة يتم الأخذ بعين الاعتبار المعطى هذية، ولكن كما قلت لك من الأول ليس وجود مرأة هو من يضمن حق المرأة فقط. فحتى في القوانين إذا كان ما فماش رجال مؤمنين بحقوق المرأة راه القوانين ما تعداتش، معناتها ما يلزمش نخافوا لهنا ونقولوا الحكومة منقوصة من العنصر النسائي، معناتها حكومة ماهيش باش تدافع على منوال احنا نحبوا ترجمة فورية. وقت اللي تقول انا باش نعول على الكفاءات النسائية في مواقع القرار، نحبوا هذايا نشوفوه. اي هذا هو، نحبوا ترجمة فورية. الثغرة هذه يجب العمل على تلافيها في المستقبل، ولكن ما نجموش نقتصروا فقط بقراءة سطحية على عدم تواجد المرأة، مع اني انا ادعو كل اللي عندهم القرار ولما لا ان شاء الله القرار نهار اخر نشوفوه في الاحزاب السياسيه او غيره بين ايدين المراه، خليها تتعدل شويه المشهد السياسي بتاعنا ومشاركه المراه. كل من يتخذ القرار يظهر لي يزمو يحط في مخه انه المراه والرجل زوز ينجموا يقدموا للبلاد، واكثر من هكا احنا شفنا في الملفات الكبرى. احنا ساعات قبل كنت كرئيس لجنه التنميه كمشيت تحت اشراف السيد فاضل عبد الكافي نشكر على المجهودات اللي عملهم الكل في الباك اوفيس الادارات العامه كلهم، نلقى نساء هي اللي تشتغل ونساء هي اللي تخدم في الدوسيات. فيظهر لي النساء اللي في الادارات هذوما يستاهلوا ويستحقوا ككفاءات تونسيه باش تكون واحده منهم بوبه لوزاره في الماليه او التنميه او غيرها من القطاعات. نعم سي سمير، الشكل العام للحكومه وبرشا حديث عن محاصصه حزبيه بامتياز.
اولا ساعه شكرا على هذه الاستضافه. انا معناها قاعد تقديمي كقيادي في حركه مشروع تونس. هناك توضيح هام نحب نقوله للساده المشاهدين، اللي حركه مشروع تونس عندها قياده منتخبه، هي حزب مؤسسات مش حزب بيانات، حزب مسؤول. سيجتمع غدا المكتب السياسي، سيدرس التشكيله بجزئياتها وتفاصيلها مع التقييم للوزارات والخيارات والمنهجيه المتبعه، وسيصدر موقفه الرسمي. معناها ليلى مش باش ناخذوا موقف من عندك من معناها الحكومة. عندي قراءه لا تلزم بالضروره مشروع تونس. هي قراءه شخصيتي، عندي يعني افكاري، عندي تحليلي. اش نقول انا؟ نقول سؤالك مهم جدا حول تمثيل المراه. المراه في تونس هي عنوان الحداثه الابرز، وهي في قلب الصراع المجتمعي الدائر الآن في تونس، على خلفية مقترحات مثلا سيدة رئيس الجمهورية الأخيرة بمناسبة عيد المرأة في قضية الميراث والزواج من الأجنبي. احنا كنا 8 وزيرات، الآن 6، 3 وزيرات و3 كاتبة دولة. يعني كما تفضلت أنت، هذا لا يترجم عن إرادة سياسية حقيقية في تمثيل المرأة وتمكينها، مش مزية عن جدارة المدة الأيامات التلانية منذ 3 و4 أيام. خرج تصنيف دولي مشرف جدا لتونس. تونس في المرتبة 14 دوليا، احنا ما زلنا بلاد عالم ثاني في ترتيب النساء الحاملات لشهادة عليا، معناها لي فام لي بلو ديبلومي. تونس في المرتبة 14 عالميا، ونلقاو من 8 نوخروا 6 نساء. علاش؟ الجزئية هذه هامة باش تكشف المنهجية العامة المتبعة في تشكيل الحكومة. البارح صارت مواقف عاطفية وانفعالية، احنا خذينا وقتنا، واحنا حزب معناها مسؤول، والحزب الثالث في تونس، الحزب البرلماني الثالث في تونس. شنو المنهجية؟ تحل الجرايد، تحل المواقع، تحل قنوات التلفزيون، اش تلقى؟ تلقى التبويب، نداء رقيب، النهضة 8، أفاق تونس 4، الجمهوري حقيبة، المسار حقيبة، والمبادرة حقيبة. معناها خبزة جاتو اتقسمت. هذا النصيب الأوفر، وخرج في الإعلام فرحان بالطبيعة، وضغط أنه يكون قال معناها تحوير عميق للحكومة، على خاطر باللول كان مطروح تسديد شغور فقط. وشفنا معناها الانتاج شنو وراه. شوف، بعيدا عن منطق الأحزاب، لأن منطق المحاصصة الحزبية هذه جربناها راهو من الحكومة المنبثقة على المجلس التأسيسي، ثم مع الحبيب الصيد الأولى والثانية، ثم مع حكومة الشاهد الأولى والثانية. شنو هي النتيجة نتاعها؟ المواطن اش يهمه من التحوير هذه ومن الأسماء ومن هالجدل الكل؟ هي النتيجة. رأي السياسة العبرة فيها بالنتيجة. المواطن باش مش يحكم، يحكم على المقدرة الشرائية، يحكم على الصحة نتاعو. هذا خلينا باش نحكيو فيه بعد على الملفات المطروحة مع الحكومة الثانية. هذا نظام المحاصصة الحزبية أضر مش بالحكومة، أضر بالبلاد. وقت اللي تحط معيار الكفاءة جانبا وتفكك الوزارات، توش عنا احنا جاء في التقرير 43 وزير وكاتب دولة، 28 وزير، معناها عدد متاع دولة عظمى. فرنسا فيها 32 وزير، دولة عظمى، احنا عنا 43 وزير. علاش؟ في عوض تجميع الوزارات سيد رئيس الحكومة قال هذا فريق حرب، لومو إلي تخيبو، هذه حكومة حرب، اون ايكيب دو غير دو شوك، سي تري بو. ولكن حكومة حرب تصير بفريق مضيق مع تجميع وزارات، مش تفكيكها. لواش تقع تفكيك؟ الصناعة، التجارة، معناها وزارة كتابة الدولة، الأملاك العقارية، الشؤون العقارية كانت كتاب دولة، رجعت وزارة. علاش؟ ثاني حاجة، اش نلاحظوا؟ قلنا المنهجية اللي قال عليها السيد رئيس الحكومة من الأول صحيحة، قال راو التحوير هو تتويج لمسار تقييم أداء الوزراء. كنا سمعناه قال هكذا. كيف طلعت
التشكيلة الحكومية تفاجئنا، الرأي العام تفاجئ، ثم وزير فاشل تركزت عليه الأنظار في الأعلام، غرق السوق بالقلوب والشوالق والبضاعة التركية، وترتب عليها غلق معناها مصانع ومتاجر أفلست، وعجز غير مسبوق تاريخي في الميزان التجاري. احنا نقول له تقييم، سواء كان نهضة أو نداء أو مشروع يا أخويا تكيه، لأن المسؤولية تكليف مش تشريف خوي العزيز. نعطيك شهرية وزير وامتيازات وزير وش الدرك ونجيب الكفاءات، شنو كان المقال وقعت ترقيته يعني وأعطاه بليخ نكمل الفكرة متاعي باش ما نضيعش الأفكار. وقعت ترقيته بمنحه وزارة استراتيجية كبرى، التنمية والتعاون الدولي، وما أدراك اللي قضية البلاد توا هي قضية الاستثمار، لأنه بدون استثمار ما تنجمش تحل وتواجه الفقر والبطالة. يعني المنهجية المتبعة في تقديري منهجية مغلوطة، باش ما نكونش راو باش يكون زاد تفاعل إيجابي، وهذه قراءتي يعني الشخصية. ثم كفاءات، واليوم المشروع خرج بيان توضيحي، لأنه أشيع في بعض وسائل الإعلام أن المشروع أخذ حصة. هذا اللي كنت باش نسألك عليه، فما زوز كاتبات دولة أشيع وأنهم من مشروع غالط أنه التوزيع اللي صدر معنا في مواقع رسمية، المشروع مش موجود في التوزيع هذا، أو لسه المشروع كان نجم يدخل في حكومة الشاهد لولا وطلبوا منه المرة هذه. يا أخي المشروع يدخل بقياداته ولا يدخل بإيكيب بي ولا سي ولا دي ويدخل يعني المشروع مش في الحكومة هذه نوضحوه، المشروع شوف مش في الحكومة. شوف راو أنا من داخل المشروع كل صدق مسألة خيارات، أنا تو انتقدت المنهجية، هذه هي موقف منهجية المحاصر الحزبية، من الجمش يكون ضدها ويدخل ياخو باي من الجاتو. هو اش قال؟ قال حكومة كفاءات وشجع وساند تسمية بعض الكفاءات في هذه الحكومة وإن لم تكن منتمية لحركة المشروع. واضح. سي زهير. شكرا. طبعا هي المحاصرة في المطلق غير مرفوضة، يعني أن أحزاب تكون موجودة في ائتلاف حاكم من حقها أن توزع الحقائب، لكن احنا مختلفين في التحوير هذا حول المنهجية بتاع التحوير. أولا لماذا التحوير؟ ثم سؤال كان المفروض يطرح على التوانسة ويجاوب عليه السيد رئيس الحكومة، لماذا التحوير ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ فما إجابات، ثم شغورات في الحكومة، فما شغورات في وزارات مهمة، وتنجم الشغورات تحصل غدوة وتنجم تحصل بعد غدوة. إذا كان كل مرة يحصل عنا شغور في حكومة أو وزير يستقيل أو يقال أو لسبب الأسباب نعمل تحوير بمثل الذي حدث، فبش نبقى عمرنا كامل نعمله في التحويرات. معني سمحني أنتم كنتوا تفضلوا أن يصير التحوير على مستوى شغوراتك أو لا؟ لا احنا كنا نفضلوا أن يجاوبون على سؤال لماذا التحوير. هل أن الفشل اللي حصل اليوم وملامح الفشل العديدة لمنظومة الحكم، لأنه كنا نحكيه على الفشل، احنا اليوم نحكيه على الشهر التاسع البدجي متاع 2017، يعني ميزانية 2017 كانت تتأمل أنه باش نحقه نسبة نمو 2.6، احنا اليوم بالكاد وصلنا 1.8 ولا 1.9. الريزيرف بتاع العمله الصعبه شد انهيار لم يشهده من قبل، وهو المسؤول عليه كما كان يذكر الاستاذ هو وزير التجاره، لانه ما حصلش في تاريخ تونس في فتره الصيف اللي من المفروض فتره الصيف يكون فيها ازدهار للريزيرف بتاع العمله الصعبه ان يحصل مثل هذا الذي حصل. ثم احتجاجات موجوده في عديد الجهات من البلاد، البلاد شهدت في هذه الصيفه ازمه بتاع مياه بتاع قصان ماء وقصان ضوء لم تشهده البلاد في السابق، دونك ثم ازمه عندها ابعادها أبعاد مختلفة. كان من المفروض يكون ثم تقييم، هل أن الفشل مرده أفراد أم مرده سياسات؟ هل أن السياسات هي التي أدت بنا إلى هذا الوضع أما الأفراد اللي موجودين هم اللي أدوا بنا للوضع؟ هذا مبدئيا على مستوى شكل التحوير. ثم مجموعة من الملاحظات العامة حول شكله. الملاحظة الأولى، ثم وزراء كانوا في وزارات تبدوا بالوزارة ذيك الوزارة أخرى. أحنا نتسأل هل لكفاءتهم العالية حولناهم لوزارة أخرى لتعميم الكفاءة؟ أم بحثنا لهم في هذه الحكومة على أماكن آمنة حتى نغطيه الفشل متاعهم اللي كان موجود في الوزارات اللي موجودة سابقا؟ الحاجة الثانية، ثم وزراء غادروا الحكومة السابقة وعادوا اليوم، كيف يغادر وكيف يعود؟ شنو اللي سيحصل؟ وزير المالية السابق نحكي على سيستم شاكر اللي غادر الحكومة السابقة ثم عاد اليوم باش يتقلد حقيبة وزارة الصحة،
شنو اللي حصل بالضبط؟ أنه يغادر وثم يعود بهذه السرعة. الحاجة الثالثة احنا ما لاحظناه أنه هذا التحوير هو مجرد إعادة انتشار للإئتلاف الحاكم وفق موازين قوى جديدة محكومة الموازين القوى هذه بمعطيات وطنية بمعطيات قومية وحتى بمعطيات دولية. فثمة إعادة الانتشار، وقع ضغط كبير على رئيس الحكومة منذ فترة، يعني وعجز رئيس الحكومة منذ فترة أن يسد الشهور، اضطر أن يذهب إلى تحوير واسع. حزب نداء تونس أراد أن يأخذ نصيب الأسد من هذا التحوير، وصارت الصدامات والاحتكاكات بين رئيس الحكومة وبين حزبه. أعتقد أن بصمة رئيس الجمهورية في هذا التحوير كانت واضحة وواضحة جدا. التعيينات التي تمت أغلبها حاول رئيس الجمهورية أن يوجد توازن بين حزبه داخل حزبه أولا وبين حزبه ورئيس الحكومة ثانيا، وتمت حالة من الترضيات، وجدت نوع من التوازن، وربما هذا اللي عبر عليه نداء تونس فيما بعد عن رضاه على هذا التحوير. على كل حال بصمة الرئيس كانت موجودة بوضوح في هذا التحوير. حركة النهضة أعتقد أن في هذا التحوير خرجت نصف رابحة ونصف خاسرة. نصف رابحة بمعنى أن تعزز وجودها في هذه الحكومة، نصف خاسرة خسرت وزارة التجارة، لأن حركة النهضة كانت تقاتل قتال شرس من أجل أن تبقى حقيبة التجارة لدى سيد زياد العذاري. نصف خاسرة لأنها أرادت أن يكون التحوير هذا تحوير جزئي، ولكن السيد يوسف الشاهد ذهب إلى تحوير واسع. نصف خاسرة لأنها أرادت أن تبقى على سيد وزير الداخلية السابق سيد الهادي مجدوب، ولكن رئيس الحكومة غير وزير الداخلية بوزير داخلية ثاني. في حزب أفاق تونس حالة من التململ وعدم الرضا لما حصل، ربما هما بيدهم عندهم مازال ما عبروش على الموقف هذا. اللي حصل شنو؟ اللي حصل انه احنا عملنا حكومه جديده. اخطر ما ثم ان الحكومه هذه بدون برنامج كالحكومه السابقه. واخطر من هذا انه السيد رئيس الحكومه بعدما اعلن او قبل ان يعلن عن تشكيل حكومته بساعات قليله، يعني عقد اجتماع مع ما سماه بالموقعين على وثيقه قرطاج. ونحب نوضح لأن المقولة هذه تتردد ديما في وسائل الإعلام، رئيس الحكومة عقد اجتماع مع الموقعين على وثيقة قرطاج، وهو غير صحيح. رئيس الحكومة يعقد في اجتماعات مع الذين يساندون الحكومة، لأنه ثم أطراف وقعت على وثيقة قرطاج ولم تحضر في هذه الاجتماعات منهم. لم تدعى ولم تحضر. لم تدعى إلى هذه الاجتماعات. تمش استدعاء. مش أول مرة، مش أول مرة، حتى مشروع تونس لم يدعى في مرات عديدة للاجتماعات هذه التي عقدت في رئاسة الحكومة باسم الموقعين على وثيقة قرطاج، ثم محاولة لإيهام الرأي العام أن الحكومة هذه عندها سند سياسي كبير من داخلها ومن خارجها. على كل حال صار الاجتماع هذا. شنو المحصلة نتاع الاجتماع هذا؟ رئيس الحكومة دعا هذه الأحزاب أنه يوم 25 سبتمبر يعاد اجتماع ثاني، وكل حزب من هذه الأحزاب يجيب وثيقة باش يسوقوا بها البرنامج. يعني من المفروض نحن نتفق على برنامج هذه الحكومة في ظل التحديات الكبيرة اللي موجودة تعيشها بلادنا اليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية السياسية حتى الأزمة الأخلاقية اللي موجودة في البلاد، نسوقوا البرنامج ثم نختاروا من ينفذ هذا البرنامج. اللي قاعد يحصل في تونس عنا منذ الثورة إلى حد الآن هو أن نختاروا الأشخاص وبعد نحاولوا نرقعوا الحصيلة. أي هو اختار الأشخاص لكن قدم في المقابل خطة عمل للمرحلة القادمة، لأن هو هذا اللي تم الإعلان عليه. خرج على الاجتماع، خرج على الاجتماع في البلاغ اللي خرج على رئاسة الحكومة أنه اجتمع مع الأحزاب وطلب منهم أن يعدوا، كل حزب يعد وثيقة، ويوم 25 سبتمبر كل حزب يجيب. أنا يعني اللي قريته حسب النطق الرسمي يعني باسم الحكومة، وأنه رئيس الحكومة قدم خطة عمل مستقبلية للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وفيها الإصلاحات الكبرى اللي باش يتم إنجازها واللي تتضمن برنامج كامل لإنعاش الاقتصاد على غرار دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتضم أهداف قصيرة وطويلة المدى. ولكن رئيس الحكومة الاجتماع يعني القادم، يعني خطة كاملة، هذا للتوضيح فقط. رئيس الحكومة الاجتماع القادم مع هذه الأحزاب باش يكون يوم 25 سبتمبر، وطلب منهم كل حزب طلب منهم هما زادة هذاك في إطار التفاعل معناها باش يقدموا هما زادة برامج. يعني حبيت نقول شنو أنا؟ حبيت نقول احنا من المفروض نعملوا برنامج ونعملوا تقييم حقيقي ونحدوا ما هي الكفاءات، شنو نقصدوا بموضوع الكفاءات، وهل ثم تقييم اليوم للواقع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا اللي ادى بنا لهذا التحوير، اما عملنا تحوير لمجرد الترضيات، لمجرد سد الشهور، لمجرد انه حزب الفلاني يعيد انتشاره داخل هذه الحكومه انتشار جديد، او الحزب الفلاني نخلصوا له اللي يعني انتم ما كنتوا تتمنوا انه يكون التحوير يستند على الكفاءات مش على المحصله الحزبيه. زاد الاحزاب اللي فايزه في الانتخابات تقول لك زاد انا من حقي أنا حتى الشعب باش يحاسبني انا حتى انا منذ البدايه منذ بديت حديثي قلت
مش مشكله ماهيش قضيه المحاصره، من حقهم باعتبارهم فازوا في الانتخابات ويحكموا بعضهم ان تكون وزراء منهم، ولكن احنا كنا نتمنوه وحتى اعتقد التوانسه يتمنوه ان التحوير هذا يتم على اساس تقييم حقيقي. انا سالت سؤال واضح، هل ان الفشل اليوم هو بسبب اشخاص موجودين في الحكومه ام هل ان الفشل سياسات؟ يعني هل ازمتنا اليوم هي ازمه اشخاص ام ازمه خيارات وتوجهات يعني لهذه الحكومه او للحكومه السابقه؟ هو السؤال الجوهري والاستراتيجي اللي لازمنا نجاوب عليه باش كي نعملوا تحوير وزاري نضمنوا انه يعمل الاضافه الحقيقيه للبلاد، مش مجرد باش نرضيوا الحزب الفلاني او الحزب العلاني. نعم انت باش نجيك بعد ما ياخذ نور الدين الكلمه، تنجم تكون زاده باش تعقب على نور الدين. تفضل. نعم هو خليني نقوله انه تقريب نفس الجدل اللي حصل قبل الاعلان على يعني التعديل الوزاري هو اللي قاعد يحصل توا. قبل التعديل الوزاري كنا نسمع التعديل هذا كيفاش باش يكون وراه مع كل تحوير وزاري توا العاشر هو بعد الثوره. نعم التحوير هذا يكون جزئي يكون عميق يمس البرنامج يمس الاشخاص. توا حصل التعديل بدينا في نقاش من نوع اخر، يعني هذه محاصصه حزبيه؟ لا هذه ما هيش محاصصه حزبيه، كان المفروض انه يتم الاعتماد على برنامج وما كانش يتم الاعتماد على اشخاص الى غير ذلك. واعتقد انه في كل المحطات اللي مرت بها يعني الحكومه وايضا الخارطه السياسيه في البلاد ديما نلاحظوا انه الجدل هذا ما يجناش نخافوا منه. الجدل هذا انا نعتبر انه يعتبر جدل مهم جدا باعتبار انه في نهايه الامر سيولد افكار جديده وربما يولد برامج جديده. لكن هاو سؤال، اولا في علاقه بالمحاصصه الحزبيه يجب ان نعلم انه هناك فرق بين حاجتين، المحاصصه بما تعنيه الطرديه، المحاصصه بما تعنيه اقتسام الغنيمه، وايضا بين انه احنا في حكومه تتكون من احزاب سياسيه، حكومه ائتلاف حزبي. هذه الاحزاب يعني فيها اللي بعد نتائج 2014 ربما الفائزه بالمقاعد الاولى، وايضا من بعد دخلت حاجه اخرى اللي هي الاحزاب الموقعه على وثيقه قرطاج. هذه الاحزاب هي مشاركه في الحكومه، وايضا رغم انه دستوريا من صلاحيات رئيس الحكومه انه ياخذ ويعمل اي تحوير هو يشوفه مناسب، لكن ايضا الى الجانب الدستوري هناك مساله سياسيه وهي علاقه التشاور مع هذه الاحزاب. انا نعتبر انه التعديل هذا ربما التوصيف بتاع المحاصصه بتاع الحزبيين، لانه كل الحكومات اذا كان باش نعتمدوا نفس التقييم اللي قاعد نسمعوا فيه هو انه كل الحكومات اللي صارت في تونس هي حكومات محاصصه حزبيه من الترويكا الى حد اللحظه. اي ما تنسيش نور الدين اللي هما مربوطين بتصويت البرلمان زي انا كي يعني شكون يصوت لها الحكومه. اذا كان باش نعتمدوا هذا معناتها باش نقعدوا نستناو حكومه ورحكومه. ما ثماش حكومات يعني محاصصه حزبيه الا قبل 2011 لانه كان وقتها حزب حاكم واحد وربما نظام رئاسي اختار هذا ولا هذا. اليوم هاو الاشكال الاساسي، اليوم نحن هناك احزاب سياسيه، هذه احزاب لديها كتل برلمانيه، هذه كتل برلمانيه ايضا عددها يتفاوت داخل مجلس النواب، هذه الاحزاب تتشارك مع الحكومه، اعتقد مهم جدا ان تكون ممثله في هذه الحكومه، وايضا انه رئيس الحكومه ياخذ بعين الاعتبار يعني هذه الاحزاب السياسيه. هذه ماهيش بدعه تونسيه، لاحظوا فيها ايضا في بعض البلدان الاخرى، ثم شكون يوصفها بانها محاصصه حزبيه ولا تقسيم، ثم شكون يوصفها هو التعاطي مع المشهد السياسي والتعاطي مع الخارطه السياسيه. اللي صار اليوم هو في الحقيقه ربما الشيء اللي خلى السيد يوسف الشاهد هو اول يخلي يعطي نداء تونس يعني النسبه نتاع الحقائب الوزاريه النهضه تاخذ حقائب، هو في نهايه الامر لانه جزء من فلسفه التحوير هذا. دين جست حبيت نتفاعل معاك باش نقص عليك فقط كم في سيدي محاصه مبروك. شنو هي كانت النتيجه من 2011 اليوم؟ شنو هي النتيجه نتاعها؟ مبروك المحاصره، اعطيونا نتائج. شنو هي كانت النتائج؟ سمير اي هاوش نجي انه هناك نقطه في هذه المساله هو انه حافظ على نفس التوازنات القديمه قبل التعديل الوزاري، التوازنات كانت قائمه على اساس نتائج 2014 فنتائج 2014 النداء في مرتبه اولى النهضه غير ذلك، هو حافظ على هذه التوازنات. اليوم السؤال وربما هذا المهم في اعتقادي تشتغل عليه الاحزاب السياسيه، احزاب سياسيه اظهرت موقفها واحزاب ما زالت ما اظهرتش، هو كيف يمكن لهذا التعديل الوزاري اللي جاء انه يكون بمثابه ضخ دماء جديده في عمل الحكومه حتى نتمكن من ايجاد مخارج لمختلف مظاهر الازمه في البلاد. احنا اليوم عندنا سامحني عندنا ازمه اساسيه اللي هو الملف الاقتصادي. هذه هذاك بعد نرجع هذا جدل من المفروض انه يتم الجدل حول هذه النقطه. قضيه انه اليوم اعطاني خمس احزاب اعطاني ست احزاب، تمثيليه المراه مساله مهمه. اليوم عندنا اشكال كبير في البلاد اذا كان تواصل الوضع الاقتصادي بمثل هذه الطريقه وتواصل التعاطي ايضا مع الملف الاقتصادي بهذه الطريقه. راهو ما نعرفوش الكلام اللي قال المره فاتت قالوا ما نلقوش شهريه بتاع شهر سبتمبر ولا ما نلقوش شهريه بتاع واحد، واليوم نسبه حتى نسبه التضخم اخر ارقام اليوم راهو وضع خطير جدا. اعتقد انه من المهم الاشتغال حول هذه النقطه.
شكرا. احنا في السؤال بدينا بالمراه ومن بعد دار الحوار، يعني ما لقيتش حظ باش نحكي فيه الموضوع هذا، ولكن توا جاتني الكلمه. شكرا. اول حاجه نحب نذكر بها وانه الحوار نتاع السيد رئيس الحكومه، ولست هنا ناطق باسم رئيس الحكومه، ولكن من باب المشاركه في الملاحظات اللي نجم نبداها كسياسيه. رئيس الحكومه قبل الاعلان على التحويل الوزاري كان جمع الموقعين على وثيقة قرطاج، وفي الاجتماع هذاك تم عرض يعني قانون المالية العمومية أو التصورات الكبرى للمالية العمومية، وكذلك التصورات للإصلاحات الكبرى اللي ديجا هي بدأت، وطريقة أو خلينا نقول خريطة طريق اللي باش تكمل عليها وتتجندلها جميع الأحزاب السياسية وكذلك المنظمات وغيره، خاطر لهنا رانا في تونس في وضع لازمنا نقره أن الوضع والنظام تغير في تونس، فما نوعا من الدهشة وكأنه المنتمي إلى حزب سياسي ولا فما تشويه نوعا ما من الطبقة السياسية، راهم الأحزاب الموجودة والأحزاب المعارضة والأحزاب كلها إذا كانت تدخل في استحقاق انتخابي فهي ماشية كي تحكم بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي نتاعها. يمكن لهنا طريقة المطالبة الأحزاب هي في حد ذاتها طريقة ما تخليش المواطن يحس أنه الحزب يحب يمرر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقدر ما أنه الحزب يحب يحط كيني اقتسام غنيمة، وهذه الحاجة اللي ممكن نتفق فيها، وأنه الحزب وقت اللي يحب يتواجد في الحكومة هو من أجل دعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي متاعه اللي انتخبوها عليه الناس في 2014. لهنا خليني على الأقل نحكي على حركة نداء تونس، وكانوا وخيانا من حركة مشروع تونس الكلنا في نفس العائلة السياسية. فالانتماء للحزب والانتماء السياسي لا يحجب الكفاءة عن الإنسان، والعكس كذلك موجود، هناك كفاءات تونسية غير منخرطة في العمل السياسي، وواجب الحكومات وأنها تشرك الكفاءات الوطنية والكفاءات التونسية هذه في إدارة الشأن العام، على خاطر إدارة الشأن العام هي شأن الجميع، وذلك علاش وثيقة قرطاج لقات سند سياسي وسند المنظمات الوطنية وقت اللي دعت لها. وهنا نثمن دور رئيس الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار لتراكتاسيون اللي صاروا الكل، على خاطر الأحزاب السياسية تطالب بالحصة متاحة من أجل تنفيذ البرامج متاحة، وكذلك يعني صار كما قال سي زهير صار نوع من الضغط على رئيس الحكومة. شوف رئيس الحكومة صار خلينا نقولوا دي تراكتاسيون، معناتها تبادل وجهات نظر بين الأحزاب، كل واحد يقول لك وعلاش يزني نفهم علاش الحزب يحب يتواجد. الحزب يحب يتواجد مش من أجل خاطر أصعب حاجة وأنك تاخذ الحكم، راي ما يش في الوضع اللي احنا فيه في تونس اصعب، اما نسبه النمو اللي حكى عليها سي زهير زميلي 1.9 صحيح معناتها نسبه نمو ضعيفه، ولكن ثم نهر ونسبه النمو هذه خاطر نعرفوا قداش كانت نسب النمو قبل، وكاين نجم نقولوا بوادر امل ماشيين في ثنيه تنجم تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع البلاد. فالمحاصة الحزبية إذا كان باش ناخذوها بالمنطق الضيق، نعم ما يلزمش تكون محاصة حزبية على أساس فقط اقتسام وزارات، ولكن من أجل تنفيذ برنامج حكم يمثل أغلبية حبها الشعب التونسي في نمط مجتمعي في عدالة اجتماعية. خلينا نقولوا زادا نحن نكونوا الكلنا نبنيه مع بعضنا إلى يومنا هذا، المطالب الحقيقية للثورة اللي الحكومات ما بعد الثورة وخاصة في وقت حكومة الترويكا تم يعني تهميش المطالب الحقيقية، وولينا نحكيه في نمط مجتمعي وهذاك كل تنساه توا. الحمد لله التوازن السياسي خلينا نركز أكثر فأكثر على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في تونس. فلهنا أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية، ونحيي الدور الوطني كذلك مرة أخرى الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو خلينا نقوله ديما موجود باش يكون كالريجولاتور ما بين التجاذبات السياسية ويذكر بالمصلحة الوطنية اللي نحن بيدنا منذ تأسيس نداء تونس نقول تغليبة المصلحة العامة والصالح العام على المصالح الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية. لهنا ظهرت الـ الاتحاد في دوره الوطني اللي احنا نعرفه، حتى راهو اتحاد شغل والامين العام اتحاد شغل قال وانه الحكومة هذه هي اكثر الكفاءة
لا مش الكفاءة قال معناها مشيت أكثر للترضيات الحزبية والمحاصرة الحزبية. هذا 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 معقول أنه يقولوا الاتحاد العام التونسي للشغل على خاطر نشوفه معناتها في تواجد الأحزاب، ولكن أنا حبيت نقول تواجد الأحزاب لا يلغي صفة الكفاءة عن الإنسان. علاش؟ على خاطر كان كل ما يتم اقتراحه من طرف حزب نوليه كأنه مش كفاءة تونسية، قاعدين بشوية بشوية نفروا في الناس من الانتماء الحزبي، مع أنت كأني هي شبهة وليت الانتماء الحزبي. إذا كان ما جاش الانتماء الحزبي سي سمير نتصور تتفق معايا في ذي من 2012 صار في العائلة الديمقراطية والناس كل تكاتفت مع بعضها ما كناش نجم نغيروا الخارطة السياسية. نحب ولا نكره الدول كلها تقاد بالنظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي ذي اللي ينخرط فيه أولا هما الأحزاب السياسية، وبعد ما تنخرط الأحزاب السياسية بالطبيعة تصير تعديلات من المجتمع المدني من منظمات الوطنية وغيره. هنا نقول الاجتماع اللي دعاله السيد، سمحني نقطة أخيرة، السيد رئيس الحكومة يوم 25 سبتمبر القادم، هو مش اجتماع باش يعطي الملامح نتاع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، خاطر تعطاو هما المقترحات. علاش باش نفسر علاش؟ على خاطر نحن في التمرير نتاع القوانين، مثلا ندخل هنا في مسألة تقنية في القانون البي بي بي ولا قانون نتاع دوغري اغري ولا غيره، نلقاو تعطيلات في المجلس. علاش؟ على خاطر الأحزاب السياسية ما تلمتش وعملت القرار السياسي نتاع تمرير المشروع هذايا. فالسنتور السياسية هذه اللي تتلم هي نهار 25 سبتمبر وتتجند مع بعضها الإصلاحات الكبرى تسهل حتى العمل البرلماني بعد، على اعتباره أن الأحزاب السياسية وثيقة موحدة. وثيقة موحدة تمشي الأمور أسهل بالنسبة للسلطة التشريعية. سي سمير باش نعطيك الكلمة، ولكن 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 قبل هذاك باش نعرج على حاجة فقط باش نشوف تقرير في إطار ردود الفعل قبل ما نمشيو للملفات المطروحة على الحكومة هذه. البارح الطريقة نتاع الإعلان على الحكومة هذه كانت فيها نوعا ما كانت عليها برشا ردود فعل. نور الدين وانت إعلامي كنا نستناو من الصباح هاو اليوم هاو بعد ساعة، معناتها الناس الكل تستنى، فما صحفيين مجندين على عين المكان قاعدين يستناو ويصير الإعلان على التركيبة هذية عن طريق الصفحة الرسمية دور لرئاسة الجمهورية الفيسبوك. حتى ما لقيناش الوقت باش نحلو هكا باش نشوفوا فيسع هكا وفات الحكاية، بما أنه احنا ولينا نتبعوا في التكنولوجيا الحديثة ونعتمدوها، احنا قلنا خلينا نشوفوا السياسيين والإعلاميين شنو علقوا على الفيسبوك على التركيبة هذه. نشوفوا زميلتنا درة لبوز شنو اختارت لنا من تعليقات سياسيين وحتى الإعلاميين على الحكومة هذه، ونرجع لك سي سمير. بما أنه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية تراهن على شبكات التواصل الاجتماعي واختارت الإعلان عن تركيبة الحكومة جديدة على صفحاتها الرسمية في الفيسبوك، هنا باش نعملوا دورة على بعض التدوينات والمواقف من التعديل الجديد. القيادي في حركة النهضة علي العريض نشر مساء أمس تدوينة على صفحته الخاصة، قال فيها خالص التهاني لمن تم اختيارهم لمواصلة الجهود تطويرا وتقويما، والله أسأل لهم التوفيق. مهدي جمعة رئيس حزب البديل علق على التحوير الوزاري باقتباس عن مقولة للفيزيائي أينشتاين وقال الغباء هو تكرار فعل نفس الشيء عدة مرات وتوقع نتائج مختلفة. فيصل التبيني النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب صوت الفلاحين علق كذلك على صفحته الخاصة وقال وزراء طردهم بن علي موجودين في حكومة الشاهد. الهاشمي الحامدي كيف عادته في مثل هذه المناسبات ديما حاضر بمواقفه المعارضة من الصف الأول، أما المرة هذه تدوين توجه فيها حث ومطالبة للشعب التونسي ككل بوضع الشارة السوداء وليس الشارة الحمراء في ذراع اليمنى بداية من يوم الخميس كعلامة على رفض وإدانة واستنكار وبراءة مما فعله البيجي على حد قوله. عديد الصحفيين كذلك علقوا على صفحاتهم الخاصة على غرار زياد الهاني اللي قال حكومتنا جات بشطر لهي أنثى ولهي ذكر 50% مهضومة و 50% إشكارة والبحر. وليد أحمد الفرشيشي قال أهم حاجة في التحوير الإبقاء على مهدي بن غربية وإياد الدهماني، أوترومون دي الحكومة المصغرة ما تمستش. وزينة الزيدي علقت كذلك على صفحتها وقالت سميرة مرعي تتنحى ومجدولين الشيرني تقعد، هيدي مجدوب يتبدل ومجدولين الشيرني نفس اللاعب مازال يلعب. وبالنسبة للناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي فأغلب تدويناتهم جات بخصوص إبقاء مجدولين الشيرني ضمن قائمة الوزراء، ومن أهم التدوينات اللي رناها في هذا الصدد اللهم اجعلنا محفوظين مثل مجدولين.
إذن هذه أبرز تفاعلات على شبكة التواصل الاجتماعي سياسيين والإعلاميين. سي سمير، نحب نرجع لقضية الكفاءات. هي بيدها ولات قضية جدل. هي تونس بلاد الكفاءات وبيع وشراء على الكفاءات. لا الكفاءات يعني تقنقرات، لا، تونس من الاستقلال اللي بناوا الدولة الوطنية المستقلة وحقوا المكاسب البرجيبية الحديثة هما كفاءات وطنية، كفاءات تونس. بعدها ونعرج على ما يسمى برموز النظام القديم العائدين. الكفاءات موجودة في الأحزاب. أنا باش نعقب على كلام الأخت أنس الحطاب، موجودة في الأحزاب، موجودة كفاءات سياسية، موجودة كفاءات في المجتمع المدني. والمشروع دعم وساند كفاءات مستقلة من المجتمع المدني على مستوى كاتبات دولة ونساء. المشروع يراهن على النساء وساهم في أكل حصة صغيرة هذيك متاع النساء. مش احنا شعارات نترجموها في الواقع، ولو ان خارج اللي تم تعيينهم، تحكي على اللي تم تعيينهم، اي اللي تم تعيينهم، معناها هما تابعين المشروع ولا مش تابعين المشروع؟ مش تابعين المشروع، اما سندتوهم. سندناه، معناها هذه كما نقولوا مقنعه، معناها هما من المشروع ومش من المشروع. لو سمحني، كيف نرفع كحركه مشروع نقول حكومه كفاءات شي فرايجي ونقترح قولوا هاو هذه كفاءه للبلاد. انتم اقترحتوا خارج المنطق الحزبي، ما هو مش من المشروع، لكن انتم اقترحتوه. كيف رفعنا الشعار لا للمحاصصه الحزبيه ما تخليش لا في هذه لا في حكومه الشاهد لولا. دونك شعار وترجمه للشعار، هذه توضيح هام راهو لخاطر فما ناس تحاول وقت تعرف التنبير ومعناه. بس معناها ما دام انتم اقترحتوهم سي نورمال باش يقولوا لي هما تابعين المشروع. لا مش تابعين المشروع، لا اذا كان تخلي المشروع راهو تخلي بالليكيب بتاعه تبارك الله، فيه معناها قيادات معناها بارزة وفيه كفاءات بارزة في مختلف يعني الميادين. خلينا نقول قراب من المشروع. بلي خلنا نرجع لحكاية المحصل الحزبي. يا سيدي به تحب انت الأحزاب الفايزة في الانتخابات والممثلة في البرلمان. سمحني سي سمير، وعليش ما اقترحتوش من القيادات متاع المشروع من الكفاءات اللي عندكم؟ علاش ما اقترحتوش؟ احنا ولا انتم رافضين مطلقا قبل ما نخلطوا للتسميات ناقشنا المنهجية. شنو هي المنهجيه اللي متتبعها في تشكيل هالبوكيه هذيك؟ فاش باش تعمل؟ قال لي فما هنا فما ضغوطات منا وفما ضغوطات منا ونتائج انتخابات 2014 اللي تجاوزتها الاحداث حتى في مجلس النواب. هو الحزب الاغلبي في مجلس النواب مش الحزب اللي فاز في 2014، هو حركه النافذه. فاذا انت تتمسك بكفاءاتك الحزبيه على قليله اضعف الايمان. وزير فاشل نحيه، اسمعنا احنا، فما وزير فاشل اعتبروه خط احمر يتنحى لبيع لشراء. وزير ولا شخص هو حط خط احمر، تعرفون شكون نقصد، ولا بيع لشراء. نحبوا تحوير مضيق، والوزاره السياديه هذيك ما تتبدلش، وسي فلان ما يدخلش. يعني اسلوب نتاع ابتزاز مبتذل. الوضع نتاع البلاد اختي زينه هو وضع استثنائي على جميع المستويات. الاضواء الكل حمراء. راهو ما نقولوش جديد، التونسي يلمسه في حياته اليوميه. الماليه، الاجتماعيه، الاقتصاديه، السياسيه. المثل ايش يقول؟ يقول اين سيتياسيون اكسبسيونيل اين سوليسيون اكسبسيونيل. الوضع الاستثنائي يتطلب حل استثنائي. راني مشني في بريطانيا سي نور الدين ورايا قرون متاع ديمقراطية، وجو مو بيرمي لو لوكس التخمة باش نعمل صورة متاع توازنات في البرلمان البريطاني. وضع استثنائي في تونس يلزم افكتيفمون كما قال السيد يوسف الشاهد فريق حرب. أنا سؤالي اللي طرحه الأخ الكريم، هل أن هذا فريق حرب؟ فريق حرب يقتضي الكفاءات بما فيها الكفاءات السياسيه والحزبيه. راي موجوده الكفاءات، اما جيبهم الكفاءات، جيب ما تجيبليش القديم وتجمره الذي فشل. او تو هو التحوير وزير ايش معناها اخت زينه؟ هو اقرار بفشل راهو سياسات الكيب نتاع كوره، كيف يخرج جوار ويدخل جوار ايش معناها؟ معناها مردوده سلبي، ما عادش نجم يسجل اهداف، ما عادش نجم ينتصر، ما فماش معناها شروط الانتصار.
هذا فيما يخص والاستنجاد بالوزراء من عهد بن علي. باش نكمل الفكره يا عايش باش نرجع لها حكايه الوزراء بالله يزينا من عقليه الانتقام اللي دمرت البلاد والحقد تو 7 سنين ما فديناش بعد اللي صار الكل بعد الاغتيالات بعد الارهاب بعد الفساد بعد الخراب. انا هو النظام القديم اذا حبيت تحكي عن النظام القديم اقول لك نظام الترويكا اللي صارت فيه المصايب هذا الكل واللي نسى التوانسه في النظام الاخر هما كفاءات تونس نظاف ما فماش شبهات فساد ما فماش احكام قضائيه ضدهم. اشنو ننزع عليه الجنسيه التونسيه ونقول له يا سي فلان ما عندكش الحق باش تنتمي الى حكومه تونس. وذاك عليه ان نرحب شخصيا برباعي من الكفاءات. سي عبد الكريم الزبيدي في وزاره الدفاع. انا نقول الامن القومي بتاع تونس بين ايدي امينه. سي لطفي ابراهيم على راس وزاره الداخليه. سي رضا شلغوب في وزاره الماليه وسي حاتم بن سالم في وزاره التربيه. هذه كفاءات الدولة التونسية. بالله فكرة أخيرة أخت زينة بربي أقل من دقيقة. لا أقل من دقيقة سرعة قبل ما نعطيك أنا فكرة نوعدك به. راو ما زمناش نغطسوا في كاس نتاع التحوير. رئيس البيجي قاد سيبسي حديث هام واستراتيجي أعتبره اللي أعطاه منذ البارح والبارحة الأولى لجريدة الصحافة والأبريس. لخص أزمة الحكم في تونس مش أزمة التحويرات. أنت قلت هذه التحوير العاشر وهذه الحكومة الثامنة دبي 2011 يعني فما حالة متاع عدم استقرار حكومي وهذه مش ظاهرة صحية ظاهرة مرضية. وقال رئيس البيجي راو مربط الفرس وبيت الداء تكمن في نظام حكم أعرج وفاشل وضروري أن نرجع إلى تعديل وتغيير هذا النظام لإرساء الدولة القوية العادلة. ما نعرفش علاش مع التحوير الوزيري هذايا في متى وليت نسمع برشا الكلمة نتاع تغيير النظام في تونس. سي زهير نحبك تعلق على وجود وزراء من حقبة بن علي في الحكومة هذه باش نجيك أنت. أنا باش نعلق على مش هذا برك باش نعلق على برشا حاجات. الحاجة الأولى اللي أنا باش نعلق عليها على حكاية انتخابات 2014. راهي حكومة يوسف الشاهد من المفروض لم تنبثق على انتخابات 2014. حكومة السيد يوسف الشاهد انبثقت على الحوار الوطني المبادرة متاع رئيس المبادرة متاع رئيس الجمهورية. دونك هذه نقطة مهمة ومهمة جدا. يعني الرجوع إلى انتخابات 2014 والمحاجة بانتخابات 2014 اللي على أساسها يجب أن تتشكل الحكومة أعتقد محاجة فاقدة لكل سند. كانت قبل هذول زوج حكومات ولكل حجة حسب ما أعتقد. جاء رئيس الجمهورية في الصيف اللي فات قال راهي حكومة سي الحبيب الصيد فشلت ودعا كل الأحزاب أو عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الوطنية لإجراء حوار. احنا كنا مشاركين فيه كحركة شعب الحوار هذا إلى حد صياغة وثيقة كرتاج واختلفنا فيما بعد مع المنهجية ومع التمشي لأنه احنا وقت اللي مشينا كما ربما أطراف أخرى مشيت ولبت النداء هذايا هو اللي اعتبرناه نداء لأن وقت البلاد في أزمة كما اليوم موجودة في أزمة وأي نداء وأي وطني كي ثم أزمة يمشي يلبي النداء هذايا. اتفقنا على منهجية. المنهجية هذه تقوم على 3 محطات. المحطة الأولى هو صياغة الوثيقة. المحطة الثانية هيكلة الحكومة. المحطة الثالثة هو تحويل تلك الوثيقة اللي فيها شعارات عامة إلى برنامج عمل حكومي. اللي صار أنه وقع القفز على المرحلتين الثانيين يعني صياغة البرنامج وهيكلة الحكومة وتم المرور بقوة. وقلت أنا وقتها السيد رئيس الجمهورية أجهض هذه المبادرة باستعمال المتعسف لحق الدستوري في تعيين رئيس الحكومة وانسحبنا من هذا. واللي قاعد يصير اليوم هو تقريب نفس التمشي. يعني ثم فشل موجود في البلاد. كي يصير فشل كان على الحكومة وعلى منظومة الحكم خاصة التي تحكم البلاد منذ 2014 أن تقدم تقييم وتقدم نقد ذاتي واضح. ما نجيوش نعملوا تحوير باش زعما باش نضخوا ديما جديده والا الحديث انت اللي جبدته توا مهم ياسر. وين ما يكون ثم تحوير نحكيه على النظام السياسي. قد يكون النظام السياسي فاشل وقد يكون النظام السياسي يحتاج الى تقييم ونناقشوه مش قران النظام السياسي. ولكن انا نشعر شنو ان وين ما نفشلوا المنظومه هذه وين ما تفشل وين ما تتعمق ازمه البلاد اللي هي مسؤول عليها تحاول ان تجد اعذار
تحاول أن تعمم الأزمة، تحاول أن تجد شماعة تعلق عليها الفشل متاعها. اليوم الفشل هو فشل منظومة حكم منذ 2014 إلى حد الآن، لم تجد الحلول، لم تجد المخارج، لم تقدم الحلول للتوانسة. أنا كنت أتمنى قال هي التحوير هذه هو الأمل الأخير. لا، مش قضية الأمل الأخير، تونس ستستمر وينجم يفشل التحوير هذايا، وإن شاء الله ما يفشلش، احنا نتمنى وراء الحكومة تنجح. ربما بعد ونتمنى... هو باش تكون فما مبادرة أخرى أو يعني هذاك باش سنستمر حكومة أخرى سنستمر في الدفاع على تونس وعلى شعب تونس وعلى دولة تونس أنها تستمر بكل الوسائل وبكل الطرق، وما يلزمش يختزل الحلول في تونس عند رئيس الجمهورية وحدة أو عند هذه الجهة وحدة، الحلول موجودة في تونس عند الأطراف هنا وهناك، والذكاء التونسي والعقل التونسي والتوانسة اللي عملوا ثورة وأطاحوا بنظام استبداد وسبع سنوات هم يعانوا في المعاناة هذه، الفقر والميزيريا والبطالة والضوقاس والمقاس، هم صابرين قادرين أنهم يخرجوا البلاد من الوضع الموجودة فيه، هذا لا شك فيه. احنا كنا نتمنى أنه قبل التحوير الوزاري هذه المنظومة كان يدور بينها حوار حول الوضع الاقتصادي، حول الوضع الاجتماعي. سمعتهم يحكيوا كيفاش نوقفوا النزيف اللي صاير للدينار، سمعتهم يحكيوا ويقدموا لنا مبادرات وتصورات، ما شفناش نحكي على منظومة الحكم، ما قدموا حتى شيء. شكون يشد غديكا؟ شكون خط احمر؟ شكون الوزير اللي يمشي للامين العام للاتحاد عام الشغل يقول له بربي خليني كلم لي جماعه باش ما يمسونيش؟ شكون التسريب يصير اليوم وبعد تدخل ناس اخرى؟ هذا هو تقريب الصوره اللي كانت طريقه انا سميتها البارح التحوير هذا، تم بطريقه عشوائيه لم تخضع لتقييم حقيقي. وحتى مقوله الكفاءات حول نقاط استفهام، شنو نقصدوا بالكفاءات؟ انا ذكرت منذ البدايه لست ضد المحاصصه الحزبيه، ومن حق الاحزاب التي تشكل الحكومه ان توجد في هذه الحكومه، هذا حقهم لا شك في ذلك، ولكن احنا ضد شنو؟ ضد ان نعملوا العمليه هذه بطريقه اعتباطيه. ضد، انا قلت وها قبل التحوير قلت ثم وزراء لن يمسوا في هذه الحكومه رغم فشلهم الذريع وفشلهم الكبير، لان الولاء في هذه الحكومه، وتو سنكتشفه فيما بعد، ثم ولاءات لاحزاب اكثر من الحكومه، لان الناس هذوما حطتهم احزاب وفرضتهم احزاب. نعم. وما ينجم يمسهم حتى حد، ثم حتى ولاءات الجهات غير مرئيه. نعم. ثم جهات غير مرئيه. نعم. التي ركزت الحكومه بالنسبه بالنسبه سي سمير قال الكفاءات، اذا أحنا كان أحنا كفاءات من نظام بن علي موجوده للملك، احنا لنا ضد الكفاءات، ولانا مع نصب المشانق للناس، ولانا مع الحقد، ولانا مع كذا، ولكن انا نحب نقول زوز ملاحظات على زوز وزراء في هذه الحكومه كانوا في العهد السابق. سي حاتم بن سالم وزير التربية المعين، هو كان وزير التربية في عهد بن علي وتمت إقالته، وكان وزير التربية فاشل في عهد بن علي. بالنسبة لسي رضا شلغوب، أنا بالنسبة لي مع احترامي الكبير لسي رضا شلغوب، أنا رمزية العملية شنية، رضا شلغوب كان آخر وزير مالية في عهد بن علي، بعد سبع سنوات عجاف مرت على تونس خاصة على الوضع في الوضع الاقتصادي، تعيين رضا شلغوب مرة أخرى كأنه السيد رئيس الحكومة السيد يوسف شاهد أراد أن يقول لنا أنه راه لا خروج من الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا بالعودة للخيارات التي ثرتم عليها أيها التونسيين والتونسيات، اللي هي خيارات بن علي. هذا هو الرمزية العملية. أنا مانيش ضد رضا شلغوم ولا سي حاتم بن سالم، احترامي للأشخاص الكل، ولكن أنا نحكي على رمزية اللي تم. أنا نتمنى كل ما نتمنى هذه، قلت لك الرمزية، نحترم رأيك، رأيك هذا رأي الرمزية شنو نقصيوها؟ نقصيوها معناها لا، ما نقصي حتى اشتر مجلس النواب من النظام، سمحني ما نقصي اشتر مجلس النواب حتى حد، ما قلتش نقصي حتى حد، انتخبه الشعب من النظام القديم، هاو محافظ البنك المركزي، هاو رئيس مجلس النواب، هاو رئيس الجمهورية بيته شخصيا، هذا انتخبوا لهم شوية عاد، هذا استوردوا شعب آخر من برا، هذا انتخبوا الشعب مرحبا به. انا تحدثت على رمزية الشعب، مرحبا بيه تشنق الشعب، انتخب الشعب مرحبا بيه. انا نحكي على تعيين، نحكي نحلل في تحوير وزاري وفي رمزية نجم نخلق من وجهة نظري فقط. أنس تحب تتفاعل معاه؟ لا، ما هو قطعني، هو قطعني، لا ما قطعتش، خليها تتفاعل، تفاعلت معه، أنس تفاعل معه فقط في النقطة اللي هي، أنا نحب نتفاعل في نقطتين يهموني. أول حاجة أنا معك متفق تماما، هو أنه المرجعية لحكومة الوحدة الوطنية هي وثيقة قرطاج، وهذاك علاش تكلمت من بكري وأكدت على أهمية رجوع السيد رئيس الحكومة إلى وثيقة قرطاج، ولمان الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية على اعتبار، وأنه أكثر ما يكون إنسان عنده منخرط في البناء في بلاده أكثر ما تكون فما دعم سياسي وليس فقط دعم برلماني، خاطر مانيش من الناس اللي تنظر للدعم البرلماني فقط، الدعم السياسي مطلوب وموجود ويزم يكون موجود، وكذلك المجتمع المدني.
على إعادة معناتها رجالات دولة عملوا في النظام القديم. لهنا كيف كيف القراءة أنا نشوفها نعتبرها قراءة سطحية جدا، على اعتبار وأنه إذا كان حتى لتوا مانيش فاهمين علاش قامت ثورة في تونس، رانا ما نجموش نجيبوا حتى شيء لتونس. راهي الثورة قامت من أجل استحقاقات تنموية بحتة، من أجل الكرامة، من أجل الحرية، ومن أجل العدالة بين الجهات والعدالة الاجتماعية. اللي نجيو لهنا ونقولوا اللي خدمة في راهو ثارت على نظام حكم وعلى منظومة حكم. منظومة الحكم توا مشينا اجتهادات وقعت وليست قرآن، في منظومة حكم جديد، نظام برلماني، حسينا توا بدينا الكنا نشكوا اللي هذا النظام لا يسمح بالاستقرار الحكومي. هذه حاجة قاعدين نشخصوا فيها الكل. إذا كان النظام مشروع في شوف هذه رأي معناتها قاعد يتكون بشوية بشوية، مش مساند. أنا توا سمعت موقف نتاع المشروع وطوميوك تكون كتكون أنا ما عندي حتى عقد في تقاطعات مع الأحزاب الديمقراطية والوطني. إذا كان النظام اللي تنظر له في وسط المجلس الوطني التأسيسي يعطي عدم استقرار الحكومة في بلادنا بالطريقة هذه، راهو قيد بور ريبونسي، تعاود تخمم فيه. هذا اش حبيت تقول وقت اللي نحن نجيو في معناتها نشيطنوا شخصيات وكفاءات وطنية، مثلا السيد حاتم بن سالم، ولو أني ما عنديش معرفة شخصية معه، ولكن نسمع من رجالات التربية شنو المشروع اللي كان يحمله لوزارة التربية. أونترتون صارت الثورة، ما نجمش نجي ونقول السيد مسؤول على نظام حكم قديم. أي قبل الثورة، أي نحكي قبل الثورة. دونك المسؤول على نظام الحكم هم من نظروا للمنوال التنمية قبل نظام قبل الثورة. وهنا هذاك علاش نقول الخيارات الاصلاحات الكبرى، ثم وثيقه قرطاج راهو بدات حكومه الوحده الوطنيه باش ما نحطوش كل شيء في السلبي، بدات تخدم على البنود نتاعها الخمسه اللي حطتهم. نشوفوا في حمله مقاومه الفساد اللي وقعت، نشوفوا في الاصلاحات اللي بدات فيهم، نشوفوا في لي ديبا والتشريعات اللي موجوده على الصناديق الاجتماعيه وغيره. يعني قاعده تمشي في الخمسه بنود اللي توقعت داخل وثيقه قرطاج. فلهنا انا ما نحبش نكون معناتها مزكيه لحوار يمس من رجالات صنعت الدوله في تونس، ولكن يظهر لي يلزم نبدل طريق النظر الى الحكومه هذه فقط. نعم فقط نور الدين قبل ما نعدي التقرير نتاع الملفات. ثم برشا نقاط يعني تعرضوا لها، مانيش عارف على شنو باش نحكي. خليني نبدا نرجع ساعه نقطه اولى، هو انه في فهم هذا التعديل الوزاري، لانه نلاحظ من الحديث انه كانه هناك يعني خلينا نقول انه الموضوع خذا اكثر من حظه. التعديل الوزاري ليس تغيير حكومه، التعديل الوزاري هو محطه، هو مربع معين، لا يعني وجود برنامج جديد للحكومه. نتحدث عن برنامج جديد للحكومه، نتحدث عن خطه جديده، يعني ذات طابع نوعي عندما يتعلق الامر بتغيير حكومه. هذه الحكومه وقع تعديل وسط في وسطها، صحيح انه الى حد ما واسع مس بعض وزارات القياده، لكن مرجعيات الاساسيه ما زالت هي نفسها. وهنا أتحدث عن وثيقة قرطاج. إذا نحن نتعاطى هذاك علاش في الحديث على البرنامج، في الحديث على غير ذلك. أعتقد أنه مسألة هذه أخرى، رغم أنه الاجتماع اللي سبق بيوم الإعلان التحويل الوزاري هو تم التعرض فيه إلى الخطة الاقتصادية في أفق 2020، يعني هذا اللي قبل تقريب قبل بنهار. أعتقد أنه النقاش إذا تحصر نحن رانا بصدد الحديث عن تعديل وزاري وليس حكومة جديدة. صحيح إذا كان وصلنا إلى مرحلة معينة، هذا ربما جي بعد 2019، جي قبل 2019، مش عارف، أنه الأمر يتطلب تغيير حكومة، سيتطلب الأمر برنامج جديد. النقطة الأخرى في علاقة بالرجالات يعني النظام السابق، خلينا نكون دقيقين. العملية لا أعتقد أنه تتعلق بشيطنة هذا الشخص أو اعتبار أنه هذا ما هوش كفاءة، المسألة ما تتعلقش بهذه الزاوية. هو أنه وقع ثورة كما تحكي صحيح من أجل أهداف ذات طابع اقتصادي واجتماعي مهم جدا، تحت عنوان الحرية، تحت عنوان الكرامة، تحت عنوان الشغل، وخاصة في الجهات الداخلية. طبعا حصلت الثورة لأنه النظام القديم في الحقيقة لم يتمكن من تقديم التنمية لهذه الجهات. اليوم احنا بعد ست سنوات من 2011، صحيح ما زلنا ما تقدمناش في المسار هذا، ما زالت تقريبا العناوين ذاتها في علاقة بالتشغيل، في علاقة بالوضع التنمية كذا. هل أنه بإمكان يعني الذي حكم نحو 50 عام، أتحدث هنا على البرامج وتحدث على الأفكار وتحدث على الأشخاص، هل يمكن يعني البرامج اللي حكمت تلك 50 سنة وهي التي أفرزت ثورة 2011، هل يمكن أنه اليوم ستكون قادرة في الحقيقة على تحقيق هذه الأهداف من جديد؟ ضرورة تغيير منوال التنمية
متفقين في النقطة. هاوش نمشيو للملف جوست نتفاعل معاه خاطر عطا سؤال مهم ومهم جدا. هنا نقول لك الاكزيكوتيف ماهوش هو اللي يعمل البوليتيك، هنا دور الاحزاب السياسيه في يعني اقتراح وفرض برامج تنمويه تعدل اللي صار منذ عقود فيما يتعلق بالتنميه في الجهات الداخليه، ولهنا دور زاد المنظمات الوطنيه، ولهنا دور المجتمع المدني، على خاطر منوال التنميه هو المشكل وليس من يسهر على تنفيذ منوال التنميه هو المشكل. واضح الملفات والتحديات المطروحه على الحكومه هذه باش نتقدموا في الحوار نشوفوها في تقرير زميلنا نزار زغدودي فاتن بن سيب مالك ونكملوا نحكي. بعد التحوير الوزاري اللي صار البارح غادرت أسماء وجات أخرى والبعض بقى يباشر في مهامه. التغيير حصل والهدف إعطاء نجاعة أكثر على عمل الحكومة في مواصلة مسار تنفيذ الإصلاحات وإخراج البلاد من الأزمات. ملفات كثيرة مطروحة على الشاهد وفريقه في المرحلة المقبلة على غرار قانون المالية والتحضير للانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر القادم إلى جانب العودة المدرسية والجامعية بالإضافة للحرب على الفساد والإرهاب. حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك، الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي، وأن كل القرارات والإجراءات الضرورية سوف يتم اتخاذها للانتصار في كل هذه الجبهات. بالتوازي مع ذلك يبقى التحدي المطروح على حكومة الشاهد اقتصادي بامتياز باعتبار كما قال عديد الخبراء أن معالجة المشاكل الاقتصادية تمكن بالضرورة من حل المشاكل الاجتماعية. عقدنا اجتماع مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج والمساندة للحكومة، قدمنا خلاله ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية في أفق سنة 2020، وتم الاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الأهداف في الفترة المقبلة وفقاً لرزنامة مضبوطة. الأكيد أن أولويات الحكومة ليست بالجديدة أو الحلول السحرية، بل هي أهداف كانت رسمتها الحكومات اللي تعاقبت بعد الثورة ليبقى الرهان في الدعم السياسي والمدني وانسجام الفريق الحكومي لتحقيق الأهداف واتخاذ القرارات الضرورية والجريئة في المرحلة القادمة. نذكر وأنه جلسة تصويت لمنح ثقة للحكومة هذية والتحوير هذية بعد التحويرات اللي دخلت عليها باش تكون نهار 30/11 سبتمبر، ونهار الاثنين نعرفوا باش تاخذ الثقة ولا لا على الأغلب. قبيل أنا حبيت نقول لك سي سمير، معناها مادامك أنت راضي على وزارة الداخلية وراضين معناتها راضين على وزارة التربية وزارة الداخلية وزارة الدفاع على الأغلب وأنكم باش تساندوا الحكومة هذه. ثم نقاش، أنا عندي وجهة نظر شخصية عبرت عليها هنا، غدوة مش نقولها، معنا نقاش ديمقراطي، ثم تبادل وجهة يعني نظر. ثم إمكانية وأنكم ما تدعموش الحكومة هذه في مجلس النواب، ثم إمكانية مساندة مثلا هو التصويت على ما أعتقد باش يصير كل وزير وحده. سمحني هو فقط خليني في النقطة هذه بالضبط، أنا حسب ما قرأت اليوم تدوينة للأمين العام لحياة مشروع تونس توضيح تضمن ضمنيا الموقف وهو اللي عبرت عليه توا، وهو المساندة يعني النقدية. هو أولا هناك مساندة، معناها مساندة في نهاية الأمر التصويت باش يكون إن شاء الله تكون مساندة. هاي كيف تكون مساندة؟ ربما من خلال تدخلات نواب يعني سينتقدون جانب المحاصصة وأنه هذا ما كانش يجب يصير، لكن باعتبار أنه هناك يعني عدد من الوزراء الذين تم دعمهم من حق مشروع تونس سيتم التصويت، رغم أنه التصويت هو تو نقرب باش يكون حسب كل وزير. هذا ساعات في تدخلات نواب الائتلاف بدهم ينقدوا بعض. نتمنوا النجاح لحكومة الدولة التونسية. احنا ديما الوطن فوق الأحزاب. دو تفاعلنا ديما كان إيجابي. تروى أخت زينة مش نجيك بعد على الفساد، الحزب الوحيد اللي يشوف رأي آخر يكذبني، اللي ساند بوضوح ودون شروط رئيس الحكومة في الحرب ضد الفساد. هذا كان واضح. ومنحنا الثقة لحكومة الشاهد الأولى، سمحني سي نور الدين، من غير ما ندخلوا فيها واعطيناها الثقة. احنا مشنا معارضة راديكالية متاع ترمي الحجر ولا ولا ولا. احنا معارضة وطنية اصلاحية، لان تونس يحب الاصلاح، ما يحبش
الحجر هابط على الحكومة، لا، وقت اللي تعمل حاجة بها نتفاعلوا معها إيجابيا، وقت اللي تخرج على المسار أو الرؤية اللي نتصورها احنا صحيحة للبلاد نمارسوا نقدنا بكل جرأة وبكل شجاعة. سي سمير، السؤال اللي حبيت نقوله وما وصلتوش، معناها يظهر لي تصويت باش يصير على كل وزير على حدة، على حدة، وانت انتقدت اداء بعض الوزراء. نعم. ممكن وانه مشروع تونسي صوت لصالح وزراء مثلا يرى فيهم الكفاءه وزراء اخرى؟ لا، احنا شوف فما ترابط في المواقف، مش كل نهار وقسم، عندنا مرجعيه سياسيه. احنا انتقدنا وزراء الفشل هكا سميناهم، حتى اسميا، حتى الوزارات ممكن تصوتوا لهم ولا لا؟ شنو غدوه مش نجي نصوت له؟ انا ما نصوتلوش، هذا اللي حبيت نوصل. انا ما نصوتلوش، مش هو برك راهو وغيره، يعني وغيره. مشروع تونس ممكن انه صوت لصالح وزراء دون ولكل حادث حدث اخر، دون وزارات اخرى. نمشي للملفات المطروحه اليوم، كي نشوفوا الوضع في البلاد، فما تدهور كبير للدينار، فما عاجز في الميزان التجاري، فما عاجز في الميزانيه، فما مستويات التدين بلغت اقصاها خليني نقول، فما التضخم متصاعد، وراء هذا الكل فما مقدره شرائيه للمواطن معناتها كبيره ومنهاره برشا. الحكومة هذية كما قلنا هذية سابقا، سواء مع حكومة الحبيب السيد ولا بعد، ولا الحكومة الأولى وقت اللي خذيت هذه حكومة يوسف الشاهد، قلنا فما ملفات كبيرة تنتظرها. هو في الحقيقة بالنسبة لل، خليني نعرج على فقط المساندة النقدية باش كل واحد يبدأ موقفه واضح، ما فماشي حتى خليني نقول هنا برلماني يكون حزبه ممثل في الحكومة أو غير ممثل، وخاصة يكون ممثل في الحكومة باش يعطي سك على بياض راه. معناتها يلزم نعرفوا أن منتخبين من الشعب، وأن كل واحد يمثل جهته، وأني مثلا أنا نمثل جهة داخلية، وأني ما نجمش نشوف الواقع التنموي في جهة اللي نمثلها ما تحسنش ونقعد نساند في مساندة يعني انكونديسيونيل. بالطبيعة كلنا عن المساندة متاعنا والجانب النقدي متاعنا، ولكن في إطار المصلحة العامة وفي إطار مساندة حكومة الوحدة الوطنية والانضباط الحزبي زادة دقيقة هذه في مساندة حكومة الوحدة الوطنية والمرجعية وثيقة كارتاج، باعتبار وأنه رئيس الحكومة ابن نداء تونس، باعتبار الانضباط الحزبي، باعتبار كل البارامتر هذوما الكل. بالطبيعة احنا مساندين الحكومة، ولكن زادة يلزم كما قلت من الاول نعاودوا نشوفوا مع بعضنا الآليات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لهنا فما بنود إذا كان يتم معناتها العمل عليها متاع وثيقة كارتاج، هي باش تحسن برشا في المناخ الاقتصادي والاجتماعي. كذلك فما إصلاحات كبرى يلزم نتجندولها الناس الكل. احنا شفنا ساعات تجي السلطة التنفيذية تقدم على إصلاحات كبرى، فما مالوريزمون في تونس حتى الكوربوراتيزم، معناتها القطاعات تتحرك ساعات وتصد نوع من القوانين والتشريعات اللي تحول دون تطبيق سياسات الحكومة. يظهر لي في المرحلة هذه وقيت نتاع نكران الذات، وقيت نتاع التقاسم التضحيات، حقيقة كانت الخطاب الأول اللي أعطاه السيد يوسف الشاهد داخل قبة البرلمان، وما شفناش الترجمة متاعه بما يكفي من كل الأطراف اللي معناتها ساندته. يظهر لي وقيت باش المساندة تكون صريحة أكثر، يظهر لي باش وقيت يتم مقترحات بعمل جدي أكثر بين حتى الأحزاب، إذا كان باش يقعدوا في الاستشارات والمقترحات اللي باش يمشيوا بها للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وين نقول ونأكد ونركز على إعادة النظر. راهي أكبر معطى ينجم يا إما يخلق استقرار أو يخلق الله لا يقدر فشل الحكومات، هو العدم الأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين الجهات، التفاوت بين الفئات المجتمعية، العدالة الاجتماعية، يعني كذلك المراوحة في بين الأجراء ورجال الأعمال. تلقى معناتها الأجير أوتوماتيكمون لامبوم تاعو العداله الجبائيه ورجال الاعمال كذلك يلزم
مناخ نتاع الثقه نعطيه لهم. نحن لهنا مثلا انا نتكلم كموقفي السياسي نشوف وانه هيئه الحقيقه والكرامه كبلت كثيرا وكثيرا العداله الانتقاليه ولات عداله انتقاميه، معناتها ولات فما رجال الاعمال مكبلين وفما حتى سمسره في ملفات رجال الاعمال. هذا المناخ الكل لازمنا نكونوا قادرين على تطويره، قادرين على تغيير الهنات والأخطاء اللي صارت بعد في الحكومات اللي جات بعد الثورة. هذاك علاش فما منظومة كاملة متاع معناتها مقترحات وحكم يزمنا نعاود نغزروا لها، وأكثر الملفات الحاقة هي الملفات الاجتماعية. سي سامي، ملفات كبيرة تنتظر الوزراء الجدد، ربي يكون في عونهم، معناتها ما نحسدوهمش على الوزارات لأنهم مهمة شبه مستحيلة، ربي معهم. وزارات انتقلوا من وزارات إلى أخرى كما كنت تحكي، وانتقدت اداء بعض الوزراء باش يكونوا ناجحين في على الاقل انا اقول على الاقل تسويه بعض الملفات. نقرا الجرايد نتاع اليوم، معناها فما عنوان تعاود برشا، معناها حكومه الفرصه الاخيره لو غوفرنمون دو لا دي، هذايا اللي قالوا رئيس الجمهوريه الامل الاخير. شوف، من 2014 لتوا 3 سنين في الولايه التشريعيه هذه، ما ننساوش راه قبل حكومه الشاهد فما حبيب السيد الاولى والثانيه، الشاهد الاولى والثانيه، 3 سنين تعدي، مازالوا عامين 2019. المواطن اللي قاعد يسمع فينا من الجدل هذا الكل ما بيناتنا واحزاب ومحاصره، اش يهمه من الحديث هذا الكل؟ جيبوا حقته، المقدره الشرائيه، مستقبل اولاده، المدرسه، المستوصف، السبيطار، الكياس، الزباله، فما حديقه عموميه ولا؟ هذا اللي يهم المواطن، مش كان في تونس برك راهو، في العالم الكل، حتى اللي انتخب ترامب انتخبوا على اساس المقاييس هذه راهو. المواطن اللي قاعد يسمع فينا يحكم بالملموس، يقول لك هذا الكل ملايط. الملموس. هذا لي بارامتر هذوما اللي نحكيو عليهم، القفة المقدرة الشرائية والصحة موقعش فيهم تقدم، راني ماني نقد في حد شيء. وسي يوسف الشاهد أنا نعذره، خذ تركة ويا لها من تركة تنأى على حملها الجبال، التضخم والانتدابات والتعويضات وفلوس ما فماش وهيبات ما فماش وبلاد غرقت في الديون والقروضات، تدين خارجي نعم، هذايا تركة خذاها في عام ولو فترة زمنية مهمة، أما زمن المعجزات ولا وقال. يعني شوف أنا راهو تقييمي موضوعي، مشني على خاطر كذا يلزمني، لا نقد للنقد، لا ننقد وقت اللي يلزم ننقد. تحديات كبرى على جميع المستويات، أعطاه رقم 1.8 نسبة نمو، حتى شيء سي أنسيني فيهم، فما بلاد في بلدان في إفريقيا يعملوا في نسب نمو أدو شيفر 14 و15% في اثيوبيا، اللي بعض السنوات التالي تصورهم نتاع مجاعه ونتاع فقر، توا نطي حاد سحاب في اديس ابيبا. يعني المشكله وين راهو؟ الازمات هذه اللي مرت بها تونس توا راهو مش قدر، ومرت ازمات اكثر منها ورفعت الرهان. تونس فيها الرجال وفيها النساء وفيها الطاقات وفما روح النخوة الوطنية، والتونسي راهو قادر على كسب الرهان، وسنيبان فاتاليتي مش قدر، هذا ايش يلزم؟ المهم مش الأشخاص، ما يهمونيش الأشخاص، الخيارات والسياسات. تو سيد رئيس الحكومة كيف يقول، معناها حكومة حرب على الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي، هذا اللي طالبينه، ولكن لنمر إلى الإنجاز، لنمر إلى الإنجاز. للتذكير سيد يوسف الشاهد في أزمة كامور، عديد الأطراف من بينهم ذوي القربة راهنوا على الإطاحة به وتعويضه، ولولا مراهنته الذكية والوطنية
على أعلان الحرب على الفساد وأحدث تلك الرجة اللي احنا تجاوبنا معها كما تجاوبوا معها توسل كل واسترجع في, في, في وقت قياسي رصيد ثقة كبير من طرف التونسيين والشعب التونسي. هذه وقع إجهاضها لأن الحرب متوقفة الآن وتم إجهاضها ووقفت بسبب الشركاء هذوما اللي قسموا القتو. يجب نقولوها بصراحة، يقول لك هي شعار ضد الفساد، وقت الصحيح تصدوا لضرب معاقل الفساد في الفساد السياسي. بون، انت قلت الحرب توقفت على الفساد. هذا موقفي، هذا موقفي. التأكيدات من رئيس الحكومة وأنه الحكاية باش تاخذ برشا وقت، ولكن باش تكون متواصلة، باش تكون متواصلة. مازالوا أقل من 10 دقائق سي زهير ونردي، تفضل. شوف يعني طبعا هي ثم ملفات كبيرة، ربما أهم تحدي تنتظر الحكومة. الحكومة هذه قادرة وأنها هاتوا نجاوب عليه السؤال. أنا أعتقد أن أهم تحدي هو ميزانية 2018 اللي هي الآن بصدد الإعداد أو تم إعدادها وستمرر البرلمان. ستمرر هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية وتحديات كبيرة في الجهات الداخلية وغيرها، وفي ظل توازنات مالية مختلة، في ظل عجز في الميزانية، في ظل تضخم كبير، في ظل أوضاع على جميع المستويات، معناتها في ظل ما ثماش استثمار، لا استثمار خارجي ولا استثمار داخلي. دونك هذا أعتقد التحدي الكبير. أنا نحب نحكي في مسألة تحدث عليها رئيس الحكومة وإحنا منذ الثورة لحد الآن نسكت تحكي عليها، مسألة الإصلاحات الكبرى واللي هي كشعار مطلوبة. الإصلاحات الكبرى هي الثورة قامت من أجل الإصلاحات الكبرى. الثورة قامت ضد منوال تنموي أدى إلى الفساد، أدى إلى تكديس الثورة عند قلة قليلة وتفقير الأغلبية الساحقة من الشعب، أدى إلى التفاوت الجهوي، أدى إلى نسب كبيرة جدا في البطالة لدى الشباب. كل هذه العوامل أدت إلى أن التوانسة قالوا لهذا النظام اللي أطاحوا به ستوب وأطاحوا به، وكانوا يحلموا أنه يتعمل منوال تنموي جديد يستجيب لتطلعاتهم اللي كانت بسيطة، ولخصوها التوانسة في شعار بسيط. الثورة هذه كانت شعارها الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ولكن إلى حد الآن مع الأسف الشديد بعد 7 سنوات بقدر ما تقدمنا ربما في الملف السياسي رغم التعثرات والعراقيل ورغم الشهداء اللي سقطوا وغيره، ولكن في الملف الاجتماعي هذا الكبير ما تقدمنا فيه ولا خطوة. وأكبر دليل على ذلك أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من الترويكا إلى حد الآن عاشت هزات وعاشت انتفاضات شعبية خاصة في المناطق الداخلية، وكنا نحن في حركة شعب ديما نأكدوا أن هذه الانتفاضات والهزات ليست موجهة لا ضد حزب ولا ضد شخص بقدر ما هي موجهة ضد أوضاع اجتماعية لم تتغير ولم تتحسن. وكان فما برشا عوائق أمام الحكومات هذه، وكان فما بالتأكيد فما عوائق موضوعية. أنت تتذكر التفجيرات اللي صارت، عفوا العمليات الإرهابية اللي صارت في تونس واللي معناتها بالتأكيد فما عوائق موضوعية كانت نتائجها سلبية على الاقتصاد. شوف، فما عوائق موضوعية وفما عوائق ذاتية. فما عوائق موضوعية ما ورثته الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، عدم الاستقرار، المعركة ضد الإرهاب، هذه عوائق موضوعية. ولكن ثم عوائق ذاتية احنا لخصوها العوائق الذاتية في عدم وجود إرادة سياسية حقيقية في القطع مع الخيارات الفاشلة والمضي قدما في خيارات شعبية كما أراد الشعب. الإصلاحات الكبيرة متفقين فيها، ولكن وين نجم نختلفوا؟ النجم نختلفوا في مضمون هذه الإصلاحات الكبيرة. احنا نعتقدوا ما ثماش حتى تونسي اليوم ما هوش مع إصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المدرسة في اتجاه تدعيم المدرسة العمومية، في اتجاه تعليم ديمقراطي، تعليم مجاني، تعليم عمومي. ما ثماش حتى تونسي ضد هذا. كيفاش نعملوا هذا؟ وكي نحكيوا على إصلاح التعليم تو نلقاو رواحنا زوز وجهة نظر. وجهة نظر مع اللي كنت نحكي فيها توا، وجهة نظر ثانية مع خصوصة التعليم، مع التعليم الخاص وغيره. ما ثماش حتى تونسي اليوم ما هوش مع إصلاح المنظومة الصحية، الخارطة الصحية المختلة في بلادنا اللي في 4 ولايات ثم المستشفيات الجامعية الكل، وبقية ولايات تونس ما فيهم حتى مستشفى جامعي. اليوم واحد في الجنوب في قبلي أول مستشفى جامعي يعرضه بعد 350 كيلومتر. اللي في سيدي بوزيد لازم يمشي لصفاقس، اللي في ترشنوة في تطاوين لازم يمشي لصفاقس. ثم اختلال كامل في المنظومة الصحية. وحتى وين موجودة هالمستشفيات الجامعية؟ أعمل طلع على شرنيكول ولا على رابط تبدأ الناس بكدسة والموعد بعد 6 شهور وغيرها. دوك احنا محتاجين ما فماش أطباء اختصاص وبارش دوك احنا محتاجين اليوم محتاجين اليوم الخطة حقيقية واضحة المعالم وحتى متوسطة المدى وقريبة المدى وبعيدة المدى باش نصلحوا المنظومة الصحية. احنا اليوم محتاجين باش نصلحوا المؤسسات العمومية. احنا في حركة الشعب من حكومة الحبيب الصيد اقترحنا وعودنا، اقترحنا قلنا حطوا كاتب دولة ملحق برئاسة الحكومة
نسموه كاتب دولة للمؤسسات العمومية أو كاتب دولة للقطاع العام. هذه مؤسسات لعبت دور كبير وهي مفاخر الصناعة التونسية ومفاخر القطاع العام في تونس واللي تبنيت عليها الدولة، اليوم تعاني صعوبات هيكلية وصعوبات كبيرة. مثلا المفخرة الكبيرة بتاع التوانسة معمل الفولاذ بتاع منزل بورقيبة، وصلنا ناخذ في القروض باش ناخذوا له المادة الخام باش يخدم. دونك تعاني صعوبات حقيقية. نجيو نحكيو على الصعوبات متفقين، نجيو للحلول نلقاو زوز وجهة نظر. وجهة نظر إيجا نفرطوا ونبيعوا، وجهة نظر أخرى إيجا نعيد الهيكلة وحتى نضخوا أموال من أجل أن تلعب هذه المؤسسات دورها للعباته في الاقتصاد الوطني. هذه الإصلاحات الكبيرة، الإصلاحات اليوم اللي في علاقة بالجهات الداخلية. ما حدث هذه السنة وما حدث في السنوات الفارطة احنا سميناه في حركة شعب، أعطينا عنوان هو أن هذه الجهات الداخلية تطالب اليوم بإعادة صياغة علاقتها مع المركز، وتطالب هذه الجهات بإعادة صياغة علاقتها ببعضها البعض. ثم علاقة ظالمة استمرت أكثر من 60 سنة بين المركز وبين الجهات الداخلية، انتج عليها مثلا مش المستشفى، انتج عليها مثلا مش البنية التحتية، انتج عليها مثلا مش الترفيه، انتج عليها البطالة المكدسة في المناطق هذه. كيف نعيد اليوم صياغة هذه العلاقة من جديد حتى نتمكن من إحداث تنمية وإحداث استقرار في هذه المناطق الداخلية؟ هذا احنا اللي تمنينا، سمعني، هذا اللي تمنينا أن يدور حوله النقاش الحقيقي واللي يؤدي فيما بعد إلى تحوير وزاري على رؤية واضحة. أردنا متجهين نحو الإصلاحات الكبيرة هذه اللي يحبها الشعب. دون هذا راه باش تبقاو ندوروا في حلقه مفرغه. الترقيع اللي صار في السنوات الاخيره لم يؤدي الى اي نتيجه. والله يا سي زهير الكلام هذا راك مع كل حكومه نعاودوا تقولوا الاحزاب السياسيه مع كل حكومه، ما هو احنا شنو نحبوا؟ هذا كملت مع كل حكومه نعاودوا نقولوا في مجلس النواب باش نسمعوا برشا من النواب. اخر فكره احنا باش نقولوها احنا اليوم من الاوان انا الاوان سامحني باش نخرجوا من الازمه هذه، ان نخرجوا من الترقيع ونخرجوا من الحلول الظرفيه ونخرجوا من التدين ونخرجوا من الوضعيه هذه كل نحو الرسم خطه واستراتيجيه واضحه لهذه البلاد، خطه وطنيه حتى تخرج البلاد من ازمه. في اقل من دقيقه لاني باش نخلي دقيقه نور الدين يخت في اقل من دقيقه تفضل. جوست تفاعل مع خويا زهير، وذاك علاش انا نشوف انه حتى حركه الشعب وكل الاحزاب السياسيه يظل يلزمها تلعب دورها في الحوار هذايا، ولا الدعوه اللي كان اعلن عليها السيد رئيس الحكومه يوم 25 سبتمبر الموقعين على وثيقه قرطاج، على اعتباره انه الخيارات الاجتماعيه والمجتمعيه اللي يتكلم عليها زهير كلها نلقى فيها انا كمواطنه تونسيه روحي قبل ما نكون برلمانيه وعندي اقرار ضمني، واني الجهات الداخليه اذا كان ما يتمش اعاده النظر في منوال التنميه ونحن نتحملوا مسؤوليتنا زاد كنواب شعب، رانا نواب شعب عندنا قدره تعديليه داخل لجنه التنميه ولجنه الماليه، باش احنا الخيارات الاستراتيجيه كل جينا من حكومه الوحدة الوطنية نعدلوها مع بعضنا، وهنا تلعب أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة دورها الحقيقي في نسج المنوال التنموي اللي تونس تستناه أكثر من أي وقت مضى. نرجي نختم معاك وننتظر تصويت للحكومة هذه نهار اثنين. يعني التصويت اكيد انه باش يكون تصويت لفئه الحكومه، لانه اذا كان حسبنا بالارقام بالترتيبات بين الكتل النيابيه اكيد انه باش يكون تصويت. يبقى في علاقه بالملفات المطروحه من الحكومه هو حدد في الكلمه نتاعو حكومه حرب فصل تقريبا 3 أو 4 ملفات، لكن ثم تقدم في الحرب على الارهاب هذا اكيد. ايضا الاشكال الاساسي هو في قضايا التنميه على مستوى الجهات، لا يمكن الحديث اليوم على التنميه على مستوى جهوي، لا يمكن الحديث ايضا على توازن جهوي في ظل وضع اقتصادي يعني سيء. هذاك علاش انا اعتقد انه الملف الاقتصادي يبقى دائما هو الحلقه الرئيسيه والحلقه المركزيه ربما المطروح خلال الحكومه خلال الفتره هذه القادمه. هذا نقوله مش فقط من باب التحليل، انه حتى الحكومه يبدو انه واعيه. اكبر دليل انه هناك اليوم دعوات لحوار اقتصادي ربما يتم الاعلان عليه خلال الفتره القادمه، وانه هالحوار الاقتصادي هذا ربما يفضي الى مبادرات جديده. لما نتحدث عن مبادرات جديده خلينا نقول جديده، ربما كيف نتحدث عن مبادرات جديده، الاساس في هذه العمليه هو القدرة على التنفيذ والقدرة على أنه هذه تتحول من مجرد عناوين ومجرد شعارات ومجرد وعود إلى واقع ملموس. لما نقول واقع ملموس أيضا خاصة أنه يحس المواطن، لأنه اليوم تقييم السياسي لأداء الحكومة غير تقييم المواطن العادي. السياسي ربما يأخذ بالعديد معطيات العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية ودوري كحزب سياسي وجزء من برنامج موجود. المواطن العادي سيقيم هذه الحكومة انطلاقا من مقدرته الشرائية.
نعم للحديث بقية أكيد ننتظر جلسة مجلس النواب نهار 3 للتصويت على التحوير الوزاري هذا في حكومة يوسف الشاهد، وننتظر أيضا بعض الأحزاب مشروع تونس أفاق تونس أيضا غدوة يعبروا على مواقفهم من التحوير هذا. شكرا لكم ضيوفي الكرام أنس الحطاب سي سمير عبد الله سي زهير المغزاوي نور الدين المباركي، شكرا لكم على الحضور معنا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تصبحوا على خير.